طيب نروح لترند الاهلي وركزوا معايا شويه في ترند الاهلي، يعني في اخبار كتير جدا على النادي في السوشيال ميديا وبالتحديد الحسابات الرسميه بتاعه المواقع المختلفه يعني، فاحنا لازم نعلق على بعض الامور يعني. زي الخبر ده كده، اقرا كده، قال لك ايه في الوطن الرياضي حسابه الرسمي على فيسبوك، قال لك مصادر ربع نهائي افريقيا الفرصه الاخيره لموسيماني في الاهلي. كنت هنا ماشي بسياسه ايه بقى؟ بسياسه انك بتضغط على الاهلي وبتضغط على المدير الفني وبتخلق حاله من الجدل في توقيت غير مناسب اطلاقا اطلاقا. ايه هو اللي عمله موسيماني علشان يتحط في الخانه دي او علشان نربط مصيره بمباراه او بطوله؟ طبعا هي بطوله مهمه، طبعا هي بطوله احنا عايزينها اكيد للسنه الثانيه على التوالي، ما فيش كلام، عايزين الكلام ده، عايزين البطوله دي، ده امر ما فيهوش اي اختلاف. لكن ليه الحاجات اللي زي دي؟ ليه عايز تخلق ضغط على اللعيبه والجهاز الفني؟ ان لو هو خسر هوب طاير، مش الاهلي، مش الاهلي، احنا عارفين الاهلي دايما بيحاسب ايه؟ بيحاسب مع نهايه كل موسم، بيشوف النتائج ويقرر. لكن الاهلي مش النادي اللي بيمشي مدير فني ويجيب مدير فني تاني وكلام من ده في نص الموسم، الا لظروف طارئه يعني، الا لو حاجه مجبر انت عليها بقى يعني. لكن حتى الان الراجل ارقام نجح فيها، بطولات جابها، تختلف تتفق على الشكل الفني على النتائج ايه؟ بصراحه النتائج جيده كارقام بطولات وكمباريات وكلام من ده، ممكن المستوى الفني يعني. لكن مش الاهلي اللي يحاسب بالقطع اطلاقا اطلاقا يعني، واحنا متعودين على كده، هو ده سيستم الاهلي. فالاخبار زي دي ما توقفوش عندها كتير بصراحه، بيبقى ليها غرض معين يعني. لكن احنا بنجيبها لكم ليه؟ بنجيبها لكم عشان نوضح لكم الامور، ودي بتبقى حاجات مهمه. تعال نروح للاهرام وحسابهم الرسمي على تويتر، وبيقول لك تعديلات في تشكيل الاهلي امام سيمبا التنزاني. دي حاجه مثلا ايه نقدر نتناقش فيها نتكلم فيها. الناس بتجتهد تقول لك الاهلي خلاص تاهل فبالتالي ممكن يكون في تعديلات، فقال لك مثلا ايه هنا في متن الخبر، قال لك ممكن موسيماني يريح بعض اللعيبه زي بدر بنون زي ايمن اشرف زي اجاي كلام من ده. وانا هنا عندي برضو تعليق صغير وبسيط جدا، والله اعلم مستر بيتسو موسيماني هيعمل ايه يعني. لكن لما تيجي تتكلم مثلا على بدر بنون ان هو لاعب ممكن يكون مجهد بدنيا، انا شايف ان هو مش مجهد بدنيا، لان فتره التوقف الدولي هو كان موجود مع النادي الاهلي، ما كانش فيه مباريات وما كانش مع منتخب المغرب، فواحد مش مجهد. نفس الحال بالنسبه لاجاي، فده مش معناه اطلاقا اطلاقا ان هم ممكن ما يلعبوش الماتش الجاي، لا ممكن يلعبوا لان هم جاهزين. برضو ده قرار مستر بيتسو موسيماني، هو الادرى بكل حاجه بتتعلق بكل لاعب في على المستوى البدني على المستوى الفني، هو اكتر واحد هو جهازه معاون يعني. ايمن اشرف حالته مختلفه شويه، ممكن يكون عشان عنده انذار تاني فخايفين ياخد الانذار الثالث فيغيب عن مباراه ربع النهائي، وايمن اشرف لعيب مهم قوي، فبالتالي هنا ممكن يكون تفكير موجود عند الجهاز الفني انه يريح ايمن اشرف يعني. هي كلها حسابات لكن وارد كل هذه الامور، فده خبر طبيعي جدا، وهنشوف ايه اللي هيعمله مستر بيتسو موسيماني. نفس الكلام من الوطن سبورت، وده خبر برضو جيد بصراحة من خلالهم، ويقول لك تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي أمام سيمبا، ظهور أكرم وصلاح، قالوا اسمين من الأسماء اللي ممكن تظهر وممكن يكون ليها دور خلال الفترة اللي جاية. أكرم هتحتاجه، ده أمر مؤكد، لأن حمدي فتحي غايب، ما عندكش غير السولية وديانج، فبالتالي أنت محتاج عدد وافر في نص الملعب. أكرم ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليه، صراحة لعيب مميز جدا، فأكيد هيكون إضافة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية. هتلعبوا بقى ماتش سيمبا، ماتش النصر، تلعبوا اساسي دي في مباريات مختلفه اخرى، ده برضو رؤيه فنيه لمستر بيتسو موسيماني، نفس الحال لصلاح محسن يعني. لكن انا يعني ملاحظه بشكل كبير جدا ان احنا ما شاء الله عندنا قائمه ممتازه من اللاعبين، حتى لو الاداء الفني في بعض الفترات ممكن يكون مهزوز شويه، لكن عندك اسماء ممتازه في القائمه وكلنا ثقه فيها. طيب هنا من حساب مبتدع على تويتر، وقال لك ايه مشاركة كهربا أمام سيمبا وردة، خلاص هو اللاعب متاح للجهاز الفني، برضو ده توضيح مهم، كهربا متاح للجهاز الفني. العقوبة خلصت بماتش المريخ ونزل تدريبات امبارح وهينزل تدريبات بكرة وهيستمر مع الأهلي إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. المشاركة دي برضو أمر فني بحت، لكن هو جاهز ومتاح للجهاز الفني يلعب بقى مباراة سيمبا ما يلعبش، دي حاجة ترجع للمدير الفني. لكن خبر برضو مهم من اليوم السابع حسابهم الرسمي على تويتر، وبص بقى بيقول لك إيه، طبيب الأهلي ينصح موسيماني بعدم الدفع بعلي معلول امام الزمالك. الكلام ده يا جماعه مش حقيقي، انا باكد لحضراتكم اهم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، الكلام ده مش حقيقي، لا الدكتور احمد ابو عبله نصح موسيماني ولا في اي حاجه من الاتجاه ده. ايه اللي بيحصل دلوقتي بخصوص علي معلول؟ انت بتحاول تجهزه لاقرب فتره ممكن
من غير ما تعرضه لمجازفه ممكن ترجع اصابته، رغم ان الموضوع مش مضمون حتى لو قعدته مده قد كده بيريح الان عليه، لكن بيتم تجهيز علي معلول لمباراه يوم 18 امام الزمالك. طب لو غاب علي معلول هل احنا ما عندناش لعيبه؟ لا عندنا لعيبه ما شاء الله يقدروا يكسبوا باذن الله المباراه دي. نادي الزمالك فريق كبير طبعا وفريق محترم، لكن نتمنى طبعا عوده مفتاح مهم ورئيسي بالنسبه للنادي الاهلي هو علي معلول، لكن مفيش اي نصايح من الجهاز الطبي للجهاز الفني. الوطن الرياضي حسابه على فيسبوك: موسيماني يجهز مفاجاه للزمالك في مواجهه 18 ابريل. هنا يعني بيتطرقوا لاحتماليه جاهزيه علي معلول في هذه المباراه، مش هتبقى مفاجاه ولا حاجه، الفريقين كتاب مفتوح لبعض، فالحديث بشكل مبكر جدا عن هذه المباراه في الحقيقه ده طبيعي، لان مباريات اهلي والزمالك دايما بتشهد يعني كلام كتير جدا. طيب المصري الرياضي حسابه على تويتر وبيقول لك ايه هنا بقى، بيقول لك موسيماني يفاوض مهاجم سان داونز اسمه بيتر شالولايل. انا ما اعرفوش، انا ما شفتوش بصراحه خالص، ممكن يكون بعضكم اتفرج عليه او حاجه، بس ما فيش كلام ده يا جماعه لغايه دلوقتي خالص. احنا فين وفتره الانتقالات فين؟ بعيد جدا، الموسم هيخلص المفروض يعني في شهر 9 مثلا يعني، فبالتالي تبتدي بقى فتره الانتقالات تفتح، فانت لسه بدري، احنا في شهر 4 قدامك 5 شهور على اقل تقدير عشان الموسم ينتهي، فمش من المنطقي خالص ان احنا نتكلم عن بعض الاسماء اللي ممكن يتعاقد معها النادي الاهلي. لكن في ناس بتقوم بدورها بشغلها في النادي، عارفين وبيخططوا وبيشوفوا ايه اللي الفريق محتاجه خلال فتره الانتقالات الصيفيه وبيشتغلوا عليه من دلوقتي يعني، كل واحد ليه التخصص الخاص بيه في النادي الاهلي، لكن مفيش كلام ده حتى الان. طيب برضو واحد من اللاعبين المعارين بالمناسبه وبيأدوا بشكل ممتاز في سيراميكا كليوباترا، وده من سبورت 360 حسابهم على تويتر، بيقول لك معتز البطاوي ده المشرف العام على الكره بنادي سيراميكا، الكلام على التعاقد بشكل نهائي مع احمد ياسر ريان مهاجم النادي الاهلي المعار لسيراميكا، الكلام ده ما فيش اي حاجه رسميه بخصوص الاتجاه ده، بل بالعكس كمان في اتجاه ان اللاعب يكون متواجد مع النادي الاهلي في الموسم الجديد. عندنا بعض اللاعبين المميزين جدا المعارين، سواء احمد ياسر ريان، عندك عمرو جمال كمان بيأدي بشكل جيد، عندك محمد عبد المنعم في سموحه، عشان ما انساش حد يعني، في كذا حد بيأدوا بشكل ممتاز، نتمنى لهم كل التوفيق، وهم أكيد في خطط المسؤولين عن الكرة في النادي الأهلي، وهنشوف إيه اللي هيحصل مع نهاية الموسم.